الأكل السمين ممنوع والسلطة لا يعلى عليها. الإطلالة على شكل سمكة وجابوا لها 10 تورتات باللون البينك، واحدة منهم على شكل قلب وصحابها زفوها ورد بألوان فريحي وممنوع الغوامق، شمعدان وشموع بألوان مبهجة وعائلتها كلها ظهرت، لقطات من حفل عيد ميلاد ميشيل بنت الفنانة اللبنانية ريتا حرب. إيه كواليس حفل عيد الميلاد؟ مين الفنانين اللي حضروا؟ ويا ترى إيه نوع الأكل اللي كان مسبوح بيه في الحفلة؟ الكواليس والأسرار كتيرة جدا، يلا بينا أقول لكم على تفاصيل الحفلة دي في الفيديو اللي معايا، بس أهم حاجة خليكم متابعين للنهاية. جمعت الحبايب كلهم مفاجأتها بحفلة شبه حفلات باربي ورقصوا وغنوا وجابت لها بدل التورتاي 10. الفنانة ريتا حرب قلبت السوشيال ميديا كلها بعيد ميلاد بنتها ميشيل، واللي لما تشوفه هتحس انه اغرب من الخيال، لا يمكن تكون شفت حفلة زيه قبل كده. ريتا حرب حبت تحتفل بعيد ميلاد بنتها الدكتورة ميشيل بطريقة مميزة، وبعد تفكير كتير قررت تعمله في بيتها وتعزم فيه حبايبها وبس وكام واحدة من صحاب بنتها. عمل ريتا حرب لبنتها ميشيل مفاجأة ما كانتش تتخيلها وجهزت 10 تورتات لونهم بينك وكل واحدة منهم دور واحد بس، وحطيتهم على ترابيزة السفرة وجنب كل تورتاية فازة فيها ورد لونه وردي، ده غير المشروبات، كان في شموع لونها وردي وشمعدان، وكان في تورتاية واحدة مميزة عنهم لأنها على شكل قلب ومكتوب عليها هابي بيرثدي، ودي علشان ميشيل تطفي عليها الشمع، وكان ممنوع في الحفلة الألوان الغامقة، والكل كان لابس أبيض وأزرق فاتح وألوان بهجة تفتح النفس وتناسب أجواء الحفلة. دخلت ميشيل وصحابها زفينها وبيغنولها وبيصوروها، واللي أول ما شافت أهلها والاحتفال صرخت من فرحتها وظهرت بإطلالة جريئة، تصميمها شبه السمكة وهي عبارة عن بنطلون أبيض وطب أبيض لكم واحد بس وقصير قوي فوق بطنها، ويا خرابي على جمال المكياج عليها ولا تسريحة شعرها البسيطة اللي سحرت الكل. لفتت الفنانة ريتا حرب الأنظار من بنتها بفستان لونه أبيض كاب، أما بنتها صغيرة فهي كانت متقمة معاهم ولبسها من نفس الستايل. اتجمعوا كلهم حوالين التورتات وقعدوا يغنوا ويرقصوا ويهيصوا، وهوب طفوا الشمع والكل فضل يحضن ويبوس فيها. وبما ان ميشيل دكتور التغذية فما كانش ينفع خالص انهم يعملوا اكل سمين ومحاشي والاكل اللي قلبك يحبه، لا يبقى عيب في حقها، علشان كده الاكل كان هيلسي وموجود فيه كل انواع السلطات، واللي كانت معمولة في اطباق بلاستيك كبيرة، كل طبق ياخد بتاع 6 كيلو سلطة. ده حتى كارز بشار مسكت طبق السلطة وكانت فرحانة بيه علشان لونه على نفس لون فستانها متقامين مع بعض. يعني كان في كفتة على الفحم وانواع كتير تاكل منها وتشبع من غير ما تتخن، ما هو برضو يبقى عيب في حقها لو عملت نوع اكل غير ده طول النهار تقول حافظوا على رشاقتكم وفي الاخر يلاقوها عاملة اكل سمين ولازي منه. اما بقى الفنانين اللي حضروا عيد الميلاد فهما مش كتير خالص، دول يدوبك اتنين، وهما الفنان قيس الشيخ نجيب والفنانة كارز بشار، ودول شاركوا مع ريتا حرب في مسلسل ستيلو وعملوا مميزة، واكيد كلكم عارفين ان علاقتهم ببعض قوية جدا، وكمان الجمهور بيحب يشوفهم مع بعض دايما، وده بسبب الاعمال الفنية اللي بيقدموها وبتحقق نجاح كبير جدا وبتكسر الدنيا. ايه رأيكم في حفل عيد ميلاد بنت ريتا حرب؟ شاركوني في التعليقات.